منطقة فيش فيها أمان نهائي. كل حد بيعمل إيش هو بيخطر في باله، ما فيش حدا مسيطر عليها نهائي. يعني الجدار نعم هو أحد العناصر الرئيسية والمهمة في انتشار الفلتان الأخلاقي والسلوكي والأمني في هذه المنطقة، منطقة فالتة فيش حدا بيحكمها، لا السلطة بتحكمها ولا دولة الاحتلال بتحكمها، بالتالي شريعة العقاب هي من يحكم هذا المكان، وبالتالي كحارة كل من إيده إله، كل واحد بياخذ القانون بإيده. لا، في هاي المنطقة هون تم حادثة القتل اللي أو جريمة القتل اللي صارت، واللي راح فيها 4 شباب من عائلتنا، اللي هو زوجي وأخوه وابن أخته وابن عمهم. عند رسوم الشرايط لهذا الموضوع الإمام تبع المسجد زي كل محل صار كثير في المنطقة هون على موضوع السلاح وعلى موضوع هذا، لكن للأسف فيش